الصفات ديالي كلهم كنجر، كنهضر كمواطنه والمصالح ديالنا موقوفه، والناس دابا اللي باغي يدخل الضوء موقوف، اللي باغي يدخل الماء موقوف، اللي هرسوا له الكيوسك ديالو هو اللي هدموه وتكبسوا عليه موقوف. بغينا حنا المجلس فينا هو، ومهما المجلس فاسد راه خص كلشي يمشي بحالو. الكلمه للشعب والملك، هادشي اللي كنعرف انا. ما يمكنش حنا نجيو دابا المصالح ديال المواطنين كلشي موقوفه. اين هو الرئيس؟ ماني جا الرئيس؟ ماني جا نكتب؟ ما تيرا نخنقني كنتي قلتي راه وانا خصو نبوس المتابعه باش تسقني القانون المتابعه القضائيه. نحن مستعدون كمواطنين اتجرد من جميع الصفات، واقولها ثانيه من جميع الصفات يتمثل غنش تصور بحفي ظهركاش مواطنه عاديه يجيس الاقليم النظر، يجيس الاقليم النظر تلقى ولا غير تعجب شي يمكن يتمثل يتاثر كشركات كمواطنين كسمين البالي كنا يسول بان مجالس المنتخبه نخسر السن كمواطنين من حقنا السمين توقيعن من يتكلم جلسة، لان المجلس يمثل الشعب يمثل المواطنين، ما لا يتمثل خانا ما لا يتمثل علينا راه ليس مقبولا. وما الرويدة مستعدة للسول، ما الرويدة قيت رجع وتبقى القوى وغنخدم خصنا السميت وقيعن. نداء موجه الى السيد وزير الداخليه، ماذا يحدث في اقليم الناظور؟ اننا في ورطه وخطر كبير يدق عن ابواب قوارب الموت امامنا. منين هي المشاكل؟ الجزائر المشاكل ماني غنور يبدو تنضر في الشوارع البهاريين الحراقه الشباب، هادشي ماشي معقول. الى ما انا غنغش المجلس الله في ارضي غلط ولا ما غلطش ماشي شغلي انا معاه ولا ما يتحاسب، حنا معاه من السادس حتى التالي. ولكن ملي كيوقع في وشو كيوقع في الاقليم الناظور خطير جدا، ولادنا في الخطر، شبابنا في الخطر، الانسان في الخطر. حنا عينا ما نصبروا عينا ما نستناو، هادشي ماشي معقول. كنقولها بالغوال اللي بغى يتابعني قضائيا مرحبا. ما كيمثلوناش مثلا غيشعلوا سلكيت خنقي دورا لوشان قلنا نبغي مضرب، هذا ماشي معقول قاع ماشي معقول. ملي توقيع ما كانش نسي خان غيسولك الاخت حفيظه. السلام عليكم. اقليم النظر مار اكون سيور كوزير بوبطاطا معروف في اقليم النظر، وسير داك المشروع ديال اقليم النظر مع الاسف الشديد. السلام عليكم. او ما راه كتشوفوا راه جينا حنا هنا كمواطنين، وهذا الخطاب موجه الى جميع السلطات وجميع الناس المعنيين المنتخبين، وخاصة الى صاحب الجلالة اللي كنطلبوا منه تدخل عاجل لما يحدث في اقليم الناظور، لان اقليم الناظور ليس اقليما عاديا، اقليم عنده الحدود، اقليم مرهون بزاف ديال المشاكل. جوج مرات وحنا كنجيو، اذا كان هناك فسادا في هاد سميتو السلطه باينه وجالسه خصها دير التقرير ديالها سيد وزير الداخليه. وكنطلبوا منك سيد وزير الداخليه اذا كان الفساد في هذا المجلس راه خص كلشي يمشي، خص يجيبوا اعاده الانتخابات المجلس وهاد الوجوه. حنا بغينا نعرفوا واشنو كيوقع، ومن حقنا في الدستور ديالنا كيعطي المواطن باش يعرف شنو كيوقع، لان حنا هاد الناس كيمثلونا. حنا دابا جينا هنا لقيناهم ما كيمثلوناش، يمثلون علينا، انهم يمثلون علينا، وجميع المصالح موقوفه في اقليم الناظور وكل واحد خايف على راسه، والسلطه كتفرج، السلطات خصهم يدخلوا. وشكرا لكم. كنتمنى اولا تحيه عاليه للسيد عميل الاقليم، الرجل الشجاع اللي جا لاقليم الناظور ودار خطوه شجاعه. كي دارها كان عندنا راه انا اللي كنعقل كاين جوج ديال العمال ثلاثة اللي دازوا من الإقليم، كاين السيد وزير الداخلية اللي كان عامي على إقليم الناظور، وهو اللي تحمل اللي دارنا الكورنيش وحت سميتو تحمل جميع المصائب جميع اللي قالت ودارنا الكورنيش وحل الأزقة ودار بزاف د الحوايج، السيد اللي كان عامي الإقليم. دابا العامي الحالي كنوجه ليه تحية عالية لأنه إنسان شجاع، خدا قرار شجاع، ما كيخاف بالله، ما كيخافش من الشخص، خدا واحد القرار شجاع، عرف هموم المواطنين، عرف شنو كيوقع لنا في الاقليم، عرف. اذا كنطلبوا منه سيد العميل حنا معاك، حنا معاك، الشعب الناظوري والساكنه الناظوريه كلها معاك، المجتمع المدني، الهيئه، المهم بلا ما نقول شكون معاك، كل شيء معاك. اذا تحرك باش تشوف لنا وشنو كيوقع، ونحن نقول الى هاد الناس ما بغاوش يمشيوا في حالهم يرحلوا وين داروا الناس اخرين، والكلمه للشعب
وشكرا لكم.